ربنا ادخل في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة لما باله يتشغل يروح بالإذن ربنا يقول له رب الحقني يا رب ماليش غيرك من الصلوات اللي علمها لنا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الاستخارة ولازم يا جماعه اي واحد يكون احنا عايشين في الدنيا بتعرض علينا امور مش عارف اختار ايه، ما واحده جايلها عريسين ما شاء الله، حد معرض عليه شغلين، او حتى لو بتستخير في حاجه واحده، جاي لك عريس او انت تشوف عروسه معرض عليك شغل معين، يا رب انا عايز اعرف مستقبل الموضوع ده فيه خير ولا لا؟ كلمه استخاره يعني بطلب ان ربنا يختار لي، والسين لما تخش على الفعل تفيد الطلب، استخيرك يعني بطلب لك تختار لي يا رب العالمين. طب ليه انا اطلب من ربنا يختار لي ما انا في عقل هناك يعني. واعرف اخد قرار واعرف اقيس ما بين البدائل لا استنى كل ما اختفت المعلومات كل ما الرؤيه قلت وكل ما الانسان كان جامع معلومات كل ما بقى عنده ترجيح في عقله وقدره ان هو ياخد قرار في مقارنه بين معلوماتك ومعلومات ربنا وما اوتيتم يا بشر كلكم وما اوتيتم من العلم الا قليلا وبعدين في حاجه البشر ما يعرفوهاش مش حد في البشر يعرفها الغيب بكرة في إيه مآلات الأمور وعواقب الأمور فإحنا يا جماعة مفيش أي حاجة محدش بيقارن نفسه بعلم الله عز وجل فكلنا محتاجين الاستخارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن لأن الصلاة دي مهمة جدا وأي إنسان عايش في حياته لازم يتعلمها ويتعلم العلامات اللي ربنا بيديها له علشان تبقى ماشي في الدنيا مستلهم من علم الله ومن قدرة ربنا سبحانه وتعالى صلاة الاستخارة أو دعاء الاستخارة ليه طريقتين إما أنك تصلي وتدعي في الصلاة أو أنك أنت تدعي من غير صلاة الروايتين دول وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري مرة بصلاة ومرة من غير صلاة والفقهاء قالوا كده لأن في واحدة ممكن يكون عندها عذر مش بتصلي عندها حيض مثلا فمش عارفة تصلي فأو واحد مثلا سايق العربية وجاله تليفون ومحتاج ياخد قرار ممكن تدعي بدعاء الاستخارة والأولى أن احنا نركع ركعتين كما في الحديث من دون الفريضة ركعتين سنة وبعدين بعد التشهد قبل السلام ولو مش حافظ الدعاء يبقى بعد ما تسلم تمسك الورقة اللي فيها الدعاء وتقول بقلبك اللهم اللهم إني أستخيرك بعلمك يا رب اختار لي باللي تعرفه أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك طالب منك تمديني بقدرتك إني أخذ قرار واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر بص انت قمه الفقر والضعف مرمي على الباب بقى تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم الحال ده اسمه حال المضطر حال الغلبان او ربنا بيحب الغلابه دول وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر وتقول الموضوع ده إيه شغل عروسة أيا كان، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني، شوف أول حاجة دينك، ومعاشي وعاقبة أمري في الآخرة، عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي، يا رب أنت بإيدك كل حاجة، فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ما امسكش فيه انا ما يبقاش بيبعد وانا ماسك فيه واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به يا رب ردني باختيارك عملت كده انت عملت اللي عليك خلاص سيب نفسك بقى كريشة في الهواء يسيرك الله كيف يشاء رقم واحد مش لازم تحلم بحلم ممكن تشوف حلم تشوف رؤية من ربنا بيقولك اختار كذا علامة معينة ده رقم واحد رقم اتنين طب لو ما شفتش حلم الاستخاره لو بين امرين امشي في الاتنين ربنا هيختار لك ان واحد يقف وواحد يكمل باذن الله ولو في امر واحد كمل فيه لو في خير ربنا هيكمله لك ما فيهوش هيصرفه عنك سبحانه وتعالى ممكن ربنا يبعت لك حد يرجح اختيارك يخليك تاخد قرار فاستمع بعد الاستخارة لنصائح أهل الخبرة يمكن يكون في رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لكن الأهم من ده كله أنك تفاوض أمرك لربنا وما دام استخرت سيب على الله واللي يحصل كله خير حتى لو مريت بموقف حصلك فيه ابتلاء يبقى ربنا اختار لك تمشي في التجربه دي عشان يعلمك منها حاجه